وهذه سائلة تقول: أنا امرأة لم أصوم بعد سن البلوغ بعدة سنين، ولا أعلم كم عدد تلك السنين، وكان والدي يمنعني من الصوم في ذلك الوقت، ماذا علي الآن؟ عليك إحصاء الأيام التي أفطرتيها، وإذا لم تعرفي عددها قدريها تقدير لما يغلب على الظن، وصومي عددها وأطعمي عن كل يوم مسكين عن التأخير. نعم.